ازيكم عاملين ايه؟ نورتوني وشرفتوني. معاكم ياسمين. النهارده بقى هكلمكم عن تجربتي الفتره اللي فاتت انا ما كنتش عارفه انام خالص، وتقريبا بنام ساعه واقوم. عارفين الاحساس ان انتم مش نايمين اصلا؟ حتى لو غمضت عيني بصحى، مخي احس ان هو شغال، نفسي انام 8 ساعات زي ما مكتوب كده، يعني اكتر من 8 ساعات. نفسي انام برده كتير ونوم متواصل، مش عايزه اقوم في النص. الموضوع ده كان بيعذبني جدا. لما جربت الحاجه اللي هقول لكم عليها النهارده دي خطوات لو مشيتي عليها زي ما قلت بالظبط هتجيبي نتيجه هايله. اول حاجه عملتها اني غيرت المخدة. انا عندي خدادية صغيرة كده بحب انام عليها. اول حاجة دي غيرتها، كل واحد حر، بس انا بقول لكم اللي انا عملته بالظبط ايه. تاني حاجة بدأت اغير اللبس اللي انا بنام بيه، يعني بدأت البس لبس مريح وانا نايمة، لان طبعا الحر الصعب ده مهما عملتي ايه ما بتعرفيش تنامي كويس، ولو عليتي تكييف شغلتي مروحة ممكن النور يقطع، تبقى المشكلة الازلية. هتنامي في الحر، يعني هتنامي في الحر. لازم يكون لبسك مريح، مش مكتفة نفسك وانت نايمة ولابسة لبس كتير او كذا طبقة، يعني خلي لبسك مريح على قد ما تقدر. تالت حاجة عملتها اني بطلت اتغدى بالليل. انا من الناس اللي ماشية على دايت معين او بدماغي كده، يعني انا مثلا بفطر الساعة 1-2 الظهر، وبالليل قوي كده اتغدى على الساعة 10-11، بفضل طول النهار باكلش اي حاجة. الموضوع ده بجد لما غيرته عرفت انام كويس جدا، لان ساعات الاكل بيبقى كابس على بالذات الكربوهيدرات، يعني رز، عيش، الحاجات اللي فيها دسم شويه، بتكتم على نفسي وحاسه اني تقيله، عيني بتغفل شويه بس بقوم تاني بعديها بساعه لاني مش قادره اخد نفسي وعايزه حاجه فوار، عايزه اشرب حاجه. الموضوع ده ركزوا فيه كويس قوي 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 في تفاصيل اليوم بتاعكم، بجد الموضوع ده اتغير جدا. تاني حاجه انا مش هقول لك سيبي الموبايل وبعدي عنك والجو، انت عايزه تمسكي الموبايل قبل ما تنامي زي ما انا بعمل بالظبط، وطي الاضاءه، خلي الاضاءه واطيه جدا وشغلي في اوبشن كده زي ما بيقولوا تريح العين، بيعمل الاضاءه بتاعه الموبايل صفرة. فالاضاءه الصفرة دي انت هتلاقي نفسك كده بداتي تنامي، الاضاءه الصفرة دي مع الاوضه كلها ضلمه، كلها انا بخلي الاوضه كحل وانا نايمه، عيني بتنام وبمسك الموبايل وبقلب فيه عادي، مفيش حد ما بيسيبش موبايله ابدا وتقول انا هنام والجو ده، مفيش خالص. فبدات مره في مره بدل ما بمسك الموبايل ساعه بدا نص ساعه ربع ساعه، خلاص بقى مش عايزه امسكه كتير، خلاص ده عودت نفسي ده وقت النوم تمام. وتالت حاجه برضو بطلتها اني بنام في نص النهار، يعني انا كنت بفطر الساعه 2-3 وبدات انام في نص النهار، اقول هاخد ساعه ساعتين كده، يعني الساعه 6-7 كده هنام 6-7 وبعد كده هكمل يومي. لا خالص، لما بتنامي في نص النهار بتسهري كتير قوي زي ما انا كنت بسهر، انا بسهر كتير قوي مبيجيليش نوم. بطلت الموضوع ده، حتى بقيت اسيطر على نفسي، يعني عيني بدات اعمل كده، بدات اسيطر على نفسي، لا قومي قومي اعملي حاجه، بدات اعمل اي حاجه وما نامش خالص، لغايه واحده واحده جسمي اتعود ما ينفعش ينام الظهر ابدا مهما حصل. في حاجه بقيت اعملها حلوه كمان هتعجبك قوي والله العظيم، حلوه جدا وكمان هتحفز مخكم. بصوا خدوا الكلام ده جربوه، ما ينفعش معاكم صدقيني رمي في البحر، بس بجد لما تجربي هيفرق جدا في صحه دماغك وصحه جسمك. انا كنت بشغل موسيقى هاديه جدا، عارفين الموسيقى بتاعه البوفيه لما بنروح فرح كده قبل البوفيه ما يتفتح كده، او قبل العروسه ما تيجي بيشغلوا موسيقى هاديه كده، هي الموسيقى دي هاديه جدا جدا جدا، شغاله بصوت واطي قوي، فانا ظبطت الدنيا جدا في الموبايل، بحيث لما يعني ربع ساعه نص ساعه منزلاها عندي فانا مقطعاها. كنت الاول بسمعها فتره طويله بس موطيه قوي، يعني موطيه التليفون على الاخر قوي، فالصوت يا دوب حاجه بسيطه كده سامعاها، بتخلص النص ساعه، بتخلص ساعه التليفون خلاص تمام، فكانت بتريحني جدا جدا جدا. تاني حاجه طبعا انا عندي مخده قديمه، وانا فارده نفسي على السرير بحط رجلي على المخده القديمه، يعني بخلي جسمي سوا واحد كده اوكي. لما بتناموا على المخده جسمكم بيبقى عالي سنه وجسمكم تحت مايل سنه بسيطه كده، لا خلوا جسمكم في وضع واحد عشان الدم يجري في صوره واحده في الجسم كله، والله بتناموا جامد قوي، الموضوع بيبقى سلس جدا، تفاصيل صغيره بس بتفرق في جسمك جدا وبتفرق في يومك وكمان بتفرق في نومك جدا. انا بقيت انام اكتر من 8 ساعات ودي حاجه بسطاني قوي، لما بنام كتير انا بقيت حاسه ان انا فايقه وعندي نشاط وبقدر اتحرك وكل الحاجات دي. والله انا بكلمكم من قلبي زي ما بعمل بالظبط بقول لكم، ان كان انا مش مرتبه الفيديو بس حقيقي الحاجات دي انا بعملها لغايه دلوقتي ماشيه عليها بالظبط. تاني حاجه انا كنت ماشيه على تمارين النفس، دي حلوه قوي، دي بعملها قبل ما اخش السرير اصلا، يعني بهيئ نفسي ان انا خلاص داخله، بس انا بهيئ نفسي في الاوضه، بكون قاعده على السرير كده الانوار كلها مطفيه مشغله موسيقى هاديه، بعمل تمارين النفس 8-7-4، يعني انت بتاخدي نفس 8 مرات بعد كده تاخدي 7 مرات بعد كده تاخدي 4 مرات، شهيق زفير شهيق زفير، بس بتاخديه بهدوء بالراحه كده. بعد ما بتاخدي النفس الحلو وانت قاعده وفرده ظهرك على السرير بتبتدي تفردي نفسك على السرير، والله بجد تلاقي مخك ده فاضي مفيش افكار، لان الواحد اول ما بينام على السرير انا تقريبا بفكر في مصر كلها، بفكر في ذكرياتي اللي انا كنت فيها من 3 سنين
سنين وفاكراها وبقعد ارجع نفسي وعاتب نفسي والجو ده كله. الموضوع ده بجد مره في مره بدا يقل جدا وبدات ما افكرش في اي حاجه. والموضوع ده في منتهى الجمال بجد، جربيها هتفرق معاكي جدا جدا جدا. دلوقتي بقى هقول لكم الاكل اللي كنت باكله قبل ما انام وكمان المشروبات اللي كنت بشربها قبل ما انام. بعيني والله التخسيس ولا تاخدي بالك من بشرتك ولا حاجه، الحاجات دي فعلا كنت ماشيه عليها بالظبط. بصوا انا دلوقتي هقول لكم الاكلات اللي كنت باكلها قبل ما انام، بس طبعا لازم تظبطوا اكلكم وتخلوا الغدا بتاعكم على الاقل الساعه 5 وتفطروا الساعه 10. يعني لازم تظبطوا وقتكم كده وتظبطوا حالكم ان الفطار والغدا يبقى بينهم على الاقل 5 ساعات. اوكي العشاء حاجه بسيطه قوي وبلاش قبل النوم. اول حاجه انا كنت بفطر عادي وبفطر اللي انا بحبه كله في الفطار، يعني لو عايزه اكل حاجه حلوه باكلها في الفطار. الغدا لا، الغدا بقى غدا ايا كان الموجود ايه هناكل. ثالث حاجه طبعا العشاء، انا كنت بتعشى تقريبا طبق سلطه، طماطم مقطوع عليها خير بحط عليها شويه توابل، ربع رغيف لو انا جعانه قوي لازم اكل حاجه فيها عيش، بس قبل ما انام بساعتين ثلاثه على الاقل، مش لازم قبل ما انام على طول. لو انت عايزه قبل ما تنامي على طول، انا كنت بشرب بابونج وكنت بشرب عصير كركديه، الصراحه كان حلو جدا جدا وعجبني جدا. عندك ضغط اوعي تشربي كركديه ساقع بيوطي الضغط، فخدي بالك وانت بتشربيه اعرفي الاول لو انت عندك ضغط بطليه، لانك هتشربيه كل يوم فيوطي ضغطك قوي، ما ينفعش خالص، لان انا من اصحاب الضغط العالي بشرب كركديه طول الوقت كده قبل ما انام، يعني اشرب شويه قبل ما انام. تاني حاجه كنت باكلها كمان، انا كنت باكل زبادي، كنت باكل طماطم، كنت باكل خيار، كنت بجيب 3 خصات ب 10 جنيه كنت بجيب 3 خصات كده واقعد ارقط فيهم كده واقعد اكل فيهم. كنت بعمل تقريبا اي حاجه بعيد عن الغداء، اي حاجه في الثلاجه عندكم بعيد عن الغداء وبعيد عن الكيك، بعيد عن الحلويات، لان الحلويات بتديكي هايبر. انا عارفه ان الصيف بيحب السهر، فاخرك خالص لازم تنامي الساعات، فده حلو قوي جدا بالنسبه لك والدنيا لطيفه، حتى بشرتك تبقى حلوه، جسمك يبقى حلو، عقلك كمان بيفكر. على فكره قله النوم بتاكل المخ، واللي اكتشفته كده وده حاجه صعبه جدا، قله النوم بتدمر المخ مش بتحسن المخ، وتقولي انا بشتغل اكتر وابقى احسن والجو ده كله لا. وكده خلصنا الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لايك الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد، وكمان تتابعوني على كل السوشيال ميديا بتاعتي موجوده تحت في صندوق الوصف، سناب شات، انستجرام، فيسبوك. ما تنسوش تعملوا فولو عليهم عشان نقعد مع بعض اطول وقت ممكن، لان انا بحبكم جدا جدا جدا. خلصوا الفيديو وروحوا اعملوا فولو عليهم حالا. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي، باي باي.